علينا. بعد المكسب ده الجمهور نادي قنا طبعا اللي محتاج المكسب، والفترة اللي فاتت تغير الجهاز وفي مشاكل في الفرقة، والحمد لله على المكسب 3 بونت يدونا دفع لقدام إن شاء الله في المزيد إن شاء الله نتقدم. عن تسجيلك الهدف الكرة جت والله الحمد لله على الهدف ده، توفيق من عند ربنا ان انا لسه راجع من مصابه، وان انا احرز هدف ده الحمد لله توفيق من عند ربنا الحمد لله.